الدنيا ماذا يجمع؟ تأتيك الدين الذي كما قال سيدنا عمر. كاش حاجة في الصبر، الصبر يتسنى. الله أكبر. هذا زياد ولدي ربي ته قريته، يقرا القران، يقرا سنه ثانيه متوسطه، والصباح كيجي تخارج صليت الفجر، قريت الولد تاعي سقساني اكثر من خمس اسئله على النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يقرا في شرح المفردات لسوره المطففين، وكيعاود وليت للدار قالوا لي وقع الحادث هذا. فنقول إن لله وإنا إليه راجعون، صبرت ومن يصبر يجد غب صبره مثل جنب النحل في الفم. وهذا الجماعة كاع اللي جاتوا شاركونا الأحباب ومن بعيد ومن قريب الجوارين وكاع، الله يحفظهم. ربي يرحمه وندعو له بالرحمة. وطفل عاقل قليل ما قاري قرآن، راهو فايت 30 حزب قاريها، طفل ما شاء الله. يحفظ في كتاب الله، إنسان هذا قليل وخاطئ المشاكل، وجا هنايا السبب اللي جابوه هنايا وكان باش يصيد حمام. وحنا كنا قاعدين من الهيهويني سمعنا باللي عبد الله طاح، جينا نجرو وراه الشعب جا معانا وتعاوناه وطلعناه وطفل متربي وشايناه وتعاوننا على الأمر تاعنا وديناه حتى اللوطو غادي، ومسكين من اللوطو غادي مات في حجري غادي. ربي يرحمه. هذا عبد الله إنسان زين، صباح الخير، متأذب، قاري قرآن، ما عندي ما نهدر فيه.